كشف صندوق التنمية العقاري عن وجود قوائم انتظار طويلة للراغبين في الحصول على قروض لبناء مسكن في المملكة، مشيرا إلى أن الصندوق يحتاج إلى 40 عام لإقراض المسجلين على قوائم الانتظار. وأظهرت القوائم أنه بإمكان الصندوق حاليا إقراض 34 ألف فقط بمبلغ تمويل يبلغ 500 ألف ريال من أصل 88 ألف يمكن إقراضهم بفارق 54 ألف مستفيد.